لا تبحث عن جميل المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية في وزارة تكتب في سطر طويل وتتقاطع فيها مسؤوليات شديدة الحساسية مرتبطة بالإنسان والمساواة والتضامن والتنمية. هو مجرد اسم حقيبة لتلهو بها الوزيرة الغائبة عن الواقع المغربي المر والحاضرة في الواقع الافتراضي. لا تبحث عن جميل البيجيدي لأنها منشغلة بالتقاط صور خاصة بالإنستغرام والفيسبوك، لأن حضور وزراء ورؤساء مقاطعة البيجيدي أصبح يقتصر على الفيسبوك. واسألوا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي لا يطل على المغاربة إلا عبر نافذة حاسوبه لنشر تدوينات بئيسة في منتصف الليل، فما أسهل أن تكون رئيس حكومة ووزيرة أو وزيرا افتراضيا فيسبوكيا. تقيس شعبويتك بعدد متابعيك واللايكات والتعليقات بهذا المعنى التافه لتسفيه العمل الحكومي واختيار التواصل مع الشعب عبر الفيسبوك. يمكن أن يصبح مدير أي صفحة أو مجموعة فيسبوكية مؤثرة مسؤولا كبيرا بالحكومة. من رأى منكم جميل المصلي فليدلني عليها. سئمت رؤية صورها عبر الفيسبوك. كسالات حمام يبحثن عنك، يبحثن عن تضامن مفقود ومساواة هاربة وتنمية اجتماعية موؤودة. كل هذه الخصال اجتمعت في الوزير المصلي. أنت جميلة فكفى، ووزيرة في حالة تسلل، ومسؤولة مع وقف التنفيذ.